مجددا أهلا بكم. في إيران وبحضور ممثلين عن منظمة الأيسكو احتفل في الصحن الرضوي الشريف بتتويج مدينة مشهد المقدسة عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2017. وأكد المسؤولون الإيرانيون أن المدينة ستستضيف خلال هذا العام العديد من الفعاليات والأنشطة التي تعمل على تحقيق أكبر قدر من الانسجام والتقارب الفكري الإسلامي. مدينة مشهد الإيرانية تتوج عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2017 رسمياً. وبحضور ممثلي منظمة الأيسيسكو أقيم في الصحن الرضوي احتفال كبير بهذه المناسبة، شارك فيه مئات الباحثين والمسؤولين المحليين والعرب. انتخاب مشهد دون غيرها من المدن كان طبقاً لمعايير إسلامية دقيقة. سينظر العالم الإسلامي إلى مشهد عاصمة الثقافة الإسلامية بقدر كبير من التقدير والإعجاب، لأن هذه العاصمة قادرة برصيدها الثقافي التاريخي المتميز أن تصنع الحدث الثقافي وأن ترتقي إلى المستوى العالي من الإبداع الثقافي المتميز. اختيار مشهد ليس مفاجئا لنا، بل هو أمر طبيعي، فهذه المدينة التي لها عمق وعلىها علاقة ولها حضور كبير في التاريخ الإسلامي، وهذه المدينة المرجعية كونها مدينة روحانية ومدينة قدمت الكثير من العلماء، والمدينة التي تركت بصمة في يعني تاريخ هذه المنطقة. المشاركون أكدوا على أن انتخاب مشهد عاصمة للثقافة الإسلامية يساعد إلى حد كبير في انطلاق حوار حضاري نحو الوصول إلى الوحدة والوئام بين مختلف البلدان الإقليمية والدولية. نأمل من خلال النشاطات الثقافية والمؤتمرات والفعاليات التي ستقام طوال العام أن نحقق أكبر قدر من الانسجام والتقارب الفكري والإسلامي مع الأشقاء في الدول العربية والإسلامية، كما سنعمل على تفعيل التعاون الثقافي مع العواصم الإقليمية. وتمتلك مشهد إرثا حضاريا وإسلاميا فريدا من نوعه، ومن المقرر أن تشهد على مدار العام الجديد أنشطة مختلفة لتعزيز وتنشيط التراث الديني وإثراء الثقافة الإسلامية. مدينة الرضا تتوج عاصمة للثقافة الإسلامية تأكيدا على أهميتها ومكانتها الرفيعة في نفوس ملايين المسلمين، فلطالما كانت مشهد منارة ثقافية وحضارية يقصدها القاصي والداني عبر التاريخ. عباس نشاب، تلفزيون الكوت، من مدينة مشهد شرق إيران.